كابتن عمر الدزوي مدرب العام مركز شباب مدينة سوهاج، هارد لك النهاردة هزيمة 2-1 من شبان المراغة، أديته في الشوط الثاني مباراة هايلة بس الحظ ما حالفكمش، يا ريت تكلمنا كابتن عن المباراة النهاردة. والله الحمد لله، يعني هو اجمالي المباراه احنا عندنا الاستحواذ كان حوالي يمكن 70-75% الاستحواذ، احنا كنا عاملين مباراه احسن، هو كان فرق بس شويه الخبرات لان احنا الفرقه لسه صاعدين من القسم الثالث القسم الرابع، فكان ينقصنا بعض الخبرات، ان هذا لو كان عندنا بعض الخبرات كنا قدرنا نتعامل مع المباراه احسن من كده، لكن احنا هنا